احنا كنا النفط بننتقد لا حكومة لم الحوت. يتوقف الى اللحظه، النفط تصدير النفط في الصهاريج لم يتوقف الى حد هذه اللحظه. انا مسؤول عن كلامي، هاي شنو؟ 200 الف برميل، نعم 200 الف برميل يصدر يوميا من الاردن. وين؟ هذه حقيقه الاخبار جيران الصناعيه. مسدودة. الاخبار الصناعيه معبر الخليل استاذنا العزيز، انا ما اريد اتبلى على الاردن بس اقول الحقائق. تقول الاقمار الصناعيه وفق اخر صوره تقريبا قبل اسبوع انه هذا التجمع من الصهاريج المن شكوا ايش عندهم بابراهيم الخليل، شكوا قائد اخبار الصهاريج صناعيه الاطار التنسيقي. لا 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 ما هو اطار التنسيق بهذا الموضوع، لا هذا جهات. اسمح لي استاذ ياسين، انت رجل مواد اسال تتبع الحقائق. لا اخبار صناعيه تابعه لمن وتنطي اطار معلومات شلون؟ بدون اختصار لان الاستاذ صناعية. دكتور علاء لا اخبار صناعيه ولا عنده قضيه انه يتدخل في شؤون الاقليم اكثر مما يتدخل في قضيه الاتحاديه. اللي تدري ليش؟ لان اتفاق سياسي ويمنع الاتفاق السياسي. ليش يدور نفس القضيه مو يمنع؟ منو اللي كشف باختصار؟ منو اللي كشف استاذ رحيم؟ منو اللي اعطاكم هذه الصوره؟ من معلومات من حزب الاتحاد والجزء الاخر عن طريق صور اقمار صناعيه. اي منو منو اقمار صناعيه المن تابع المن؟ ناسا منو؟ بس اذا كانت لناسا واذا كانت لغير ناسا، المهم جتك الصور جاهزه ملبلبه تقول لك انه هذا الواقع الحالي. منو حتى نعرف؟